أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. مشاركة واسعة من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في مسابقة سديم. تخرج الدفعة الأولى دبلوم موسيقى في البيت اليمني للموسيقى بحضور فنان اليمن أيوب طارش. كأول يمني بشير سينار مديراً للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية. خبراء فيسبوك غير صالح للأطفال. وضيف فقرة الاستضافة أصغر روائي يمني الشاب خالد الشوافي. مرحباً بكم. افتتح برنامج سديم عبر موقعه الرسمي باب التسجيل أمام المتسابقين للفوز بلقب السوبر ستار الرقمي في العالم العربي، فقد بات بإمكان الطامحين للتأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم خوض تجربة فريدة من نوعها تتيح لهم تحقيق أحلامهم بالمشاركة في سديم. البرنامج سيأخذ المرشحين المتسابقين في رحلة مشوقة معالمها الاكتشاف والإبداع والتطور الرقمي. مجموعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين شاركوا في المسابقة ونشروا أعمالهم المشاركة في المسابقة. نتمنى التوفيق للجميع ونشوف التفاعل مع المسابقة. نشوف الآن الفعاليات التي أقيمت خلال هذا الأسبوع ونبدأها من مؤسسة بادر، حيث اختتمت المؤسسة مشروع مجتمع صحي 2 في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، وقد نفذت المؤسسة فعالية استهدفت فيها المجتمع المحلي بالمديرية، ضمت العديد من الفقرات الفنية والترفيهية والتوعوية التي عملت على توعية ما يقارب 1500 شخص من الحاضرين حول الكوليرا والدفتيريا وطرق الوقاية منهما. نشوف صور من الفعالية. بحضور فنان اليمن الكبير أيوب طارش، البيت اليمني للموسيقى والفنون يمنح لأول مرة في اليمن دبلوم موسيقى. شباب أغلقوا أذانهم عن سماع الحرب وذويها وفتحوا قلوبهم ليتعلموا كيف يحبون الحياة والتعايش، وبرغم الظروف الصعبة فتحوا نافذة للأمل. نشوف صور من هذه الفعالية.
أما المنتدى العربي للفنون في صنعاء فقد أقام بازاراً خيرياً. نشوف صور من هذا البازار. هذه الفقرة نقدم لكم إنجازات الشباب اليمني، ومنها تعيين الزميل الإعلامي الرياضي بشير سنان مديراً تنفيذياً للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية كأول يمني يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد وبداياته عام 1978. مبارك لك يا بشير. إنجاز آخر للشباب اليمني، حيث تم اختيار الإعلامي سليم السعدني ضمن الفريق الاستشاري للشباب لبرنامج بناء قدرات الشباب في العمل الإنساني في الشرق الأوسط. والمعلومات أكثر ينضم إلينا الزميل سليم. سليم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سليم، لو تحدثنا بداية عن هذا البرنامج واختيارك ضمن الفريق. برنامج بناء قدرات الشباب في العمل الإنساني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أحد المخرجات التابعة لقمة العمل الإنساني الذي عقد في إسطنبول عام 2016، وكان من ضمن مخرجاته هو التعهد بإطلاق برنامج خاص لبناء قدرات الشباب تولت منظمة روتا اللي هي مؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر القيام بهذا البرنامج. نعم سليم. فتم عقد المؤتمر في شهر نوفمبر 2017 في الدوحة بحضور ما يقارب 130 مشارك من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكنت أحد الشباب المشارك في هذا المؤتمر. وبعد المؤتمر تم إبلاغنا اختيار 20 شخص من المشاركين ليكونوا فريق استشاري للشباب لمدة عامين. تقوم هذه المجموعة بمساعدة منصة روتا في تطوير برامج المنظمة وكذلك الإشراف على البرامج الخاصة بالشباب وفي مجال الرقابة على المشاريع وكذلك في مجال دعم الشباب الذي بيشارك في مؤتمرات روتا القادمة. نعم سليم، المهام الأبرز التي يقوم بها الفريق ما هي؟ المهام الأبرز اللي هي مساعدة روتا بشكل رئيسي في تطوير منصة روتا الخاصة بالشباب، كذلك تقديم المشورة للمشاركين الشباب في برامج روتا في السنتين القادمة، أيضا الإشراف على أبرز المشاريع التي تقوم روتا بتنفيذها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. سليم، شخصيا ماذا ستتمكن من تقديمه للشباب اليمني ثم المجتمع بشكل عام كونك ضمن هذا الفريق؟ إن شاء الله بنحاول بالنسبة للشباب اليمني اللي هو إشراكهم بشكل رئيسي ضمن برامج روتا، لأنه كان هذا أول برنامج يطلق للشباب حول العالم ومن ضمنه اللي هي اليمن. للأسف لا تزال هناك يعني قصور كبير للشباب اليمني في عدم إدراجهم بمثل هذه المشاريع. بنركز بشكل رئيسي كأنه يكون هناك فرص أكثر للشباب اليمني أسوة ببقية الدول اللي كان لها نصيب أكبر في البرنامج الأول. نعم. هذا الدرجة أولى. الدرجة الثانية هو تحفيز الشباب اليمني على الأكثر على المشاركة المجتمعية في البرامج الإنسانية، خصوصا أن البرامج مركز على مناطق الصراع والنزاعات واليمن أحدى هذه الدول، وبالتالي لابد أن يكون لها نصيب أكبر. وكذلك إقامة بعض المشاريع والأنشطة تتعلق بالشباب في المجال الإنساني في مجال كذلك بناء قدراتهم للتعامل مع هذه البرامج خلال النزاعات. نعم، بالتوفيق سليم. الإعلامي سليم السعدني من الفريق الاستشاري للشباب، شكرا لك. أثار سؤال غريب ورد في امتحان للرياضيات في الصين حيرة التلاميذ ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، فقد واجه تلاميذ في الصف الخامس في إحدى المدارس الابتدائية سؤالا في امتحان للرياضيات هذا نصه: إذا كانت سفينة تحمل على ظهرها 26 رأسا من الغنم وعشرا من الماعز، كم يبلغ
عمر ربان السفينة، ونشرت صور للسؤال ومحاولات التلاميذ الإجابة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي الصيني هذا الأسبوع مثيرة جدلاً واسعاً. لكن مسؤولين في قطاع التعليم في الإقليم أوضحوا لاحقاً بأن السؤال لم يصغ بطريق الخطأ، بل كان الغرض منه التأكيد على تشجيع الوعي النقدي. إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من فيسبوك، حيث حثت مجموعة من خبراء الصحة القائمين على موقع فيسبوك على سحب تطبيق موجه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما. وجهت المجموعة التي تضم أكثر من 100 خبير رسالة مفتوحة إلى رئيس فيسبوك، يصفون فيها التطبيق بأنه محاولة غير مسؤولة لتشجيع الأطفال على استعمال الموقع. وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن الأطفال ليسوا جاهزين لتكون لهم حسابات في فيسبوك. يذكر أن التطبيق أن هذا التطبيق هو نسخة مبسطة من الماسنجر، ويتطلب استعماله موافقة أولياء الأمور، ولا يتم استغلال البيانات فيه لغرض الإعلانات. شركة جوجل العملاقة أعلنت أنها ستسمح لمستخدميها بإسكات الإعلانات التي تشجعهم على شراء منتجات من مواقع سبق لهم أن زاروها. وترصد الإعلانات المسمى إعلانات التذكير المنتجات التي شاهدها المستخدمون على الإنترنت، ثم تروج لمنتجات مماثلة عبر المواقع الإلكترونية التي يتصفحونها، وسيتم استبدال الإعلانات الصامتة بإعلانات أخرى. لكن الشركة أوضحت أنه لن تكون هناك طريقة لتعطيل مشاهدة جميع إعلانات التذكير عن طريق خيار مسبق في الإعدادات. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بمقطع من البرنامج اليوتيوبي للفنان صالح الأسمر. نشوف مع بعض. ما يصبرش صوت ايش صوت ايش صوت عوره عيب. ها ها صار شو عيب؟ يا يا عيب يا عيب، هون اكبر عيب اكبر صار يا صار يا ابن صار. الكلمه هذه نسمعها في كل مكان، في البيت، في العمل، في المدرسه، في الشغل، حتى في المجلس، في المجلس، بس ما حد يقدر يرد علي. ليش عيب؟ سؤال. ما دام هذا الشيء ما بيتعدش على حريتك، ولا بيأذيك، ولا بيغثيك، ولا بيدخل الادب والنصوص والجغرافيا، في عادي 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 عادي. بس بس يا اخي ايش فيها؟ عادي عادي، الامر طبيعي، اديني اسم امك. قفل في وجهي. يا اخي بعض الناس امانك كان العيب. لا قالت للمره ليش تخرج السوق؟ قال عيب. لا قالت لها المره هيا نزل نخرج الحديقه؟ قال عيب. وذا الحين بيقولوا له اسكت دير الناس امك؟ قال عيب. هذا قليل العقل أمانة. والله ما قليل العقل لا أنت، هذا بتخلي حاجات الناس، هذا عادة وتقاليد. عيب عيب تغير الناس وتجي تفصح. من أنت؟ من أنت لما بتصيح فوقي هكذا يا لغجة؟ من أنا؟ إيه أنا ما دخلك أنت، أنت أصلاً أصلاً فضولي، بتخلي حق الناس و... أنا فضولي. أيوة يا جماعة مقطع آخر لموهبة في التصميم وتحريك الرسوم، نشوف عمل للمبدعة مها حارث. أهلين، شو اسمك؟ من وين جاي؟ اسمي عتيقة وأنا من اليمن. أهلين فيكي، شو رح تسمعينا؟ أنت روحي كاللي سمي لو شذع عينك، انت روحي وكيف ادخل وانا مملوك لك، امانك كيف تسخى في امانه، وانت اللي وصاب قلبي مكانه، امانك كيف تسخى في امانه، وانت اللي وصاب قلبي مكانه، فحق الحب والله اني اهاني، بدل ما هكذا تشفي
كتير حلو، أنا بحييكي ورح أعطيكي صوتي. صوتك كتير عجبني وصوتك فيه كتير حنية، وأنا رح أقولك يس يس يس. صوتك كتير جميل، صوتك رائع، وطبقاتك كتير رائعة وجميلة. صراحة أنا ما كان ودي إنك تكملين بالمرة، وسلطنتيني بصراحة يا بنت اليمن. حييك حييك يا بنت اليمن. وأخيرا استمعت للصوت استمتعت بيه، وما كنتش عايزاك تكملي مثل ما قالت الست أحلام. صراحة صوتك من الأصوات اللي تستاهل إنها تكون في برنامج أرب أيدل. أنا وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم أصغر روائي يمني، الشاب خالد الشوافي. أصغر روائي يمني، أهلا وسهلا فيك خالد معنا اليوم. أهلا أهلا أستاذة أفنان، وشكرا لقناة بلقيس الاستضافة والاهتمام بإبداعات الشباب في اليمن. واجبنا والشكر لك كمان خالد. عندنا مجموعة أسئلة سريعة وبعدين الأسئلة الريحية. نبدأ بالأسئلة السريعة، وأوصف نفسك بكلمة. طموح. عمرك كم؟ 21. شخص داعم لك؟ أبي. أكثر انتقاد يوصلك؟ أكثر انتقاد انطوائي. مجال دراستك؟ هندسة كيميائية. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك. فيسبوك وواتساب تقريبا نفس الفترة. جميل. عائق استطعت تخطيه؟ عائق استطعت تتخطاه، أعتقد أنه الحرب واليأس وما يتبع الحرب من يأس وحالة نفسية سيئة. نعم مفهوم. وكلمة تكره سماعها خالد؟ كلمة أكره سماعها اليأس. جميل. المستحيل. الآن لو تكلمنا عن نفسك، من هو خالد وكيف اكتشف ونمى موهبة الكتابة؟ خالد وهيب الشوافي، مواليد تعز 1996، ويعني عشت معظم حياتي في صنعاء. بدأت الكتابة في سن مبكر جدا، بدأت أكتب قصص قصيرة، وهذا كان نتاج صراحة عن حبي للقراءة. كان يعني أنا من أسرة، وخصوصا أبي كان مهم جدا في القراءة، فبدأت أقرأ يعني مع بسبب حب أبي للقراءة، وهذا نتج إن أنا بدأت أكتب قصص قصيرة. ففي سن 17 بدأت كتبت أول تجربة روائية لي، كانت رواية كبرياء أنثى وعقلانية رجل. فيعني الدافع الإيجابي وحب الناس وإعجابهم بالرواية هذه أو أصدقاء الناس اللي حولي دفعني أن أنا أكتب الرواية الثانية بينما أحلم مستيقظاً في سن 19. ربما بدأت القراءة والكتابة في سن مبكرة جداً، طيب إيش نوع الكتب اللي كنت تقرأها في طفولتك؟ يعني في البداية أنا كنت أقرأ بسبب يعني حبي للقراءة، كنت أحب أقلد أبي، فبدأت في سن صغير أقرأ روايات لأغاثا كريستي، أقرأ روايات عالمية، أقرأ كتب للتاريخ بسبب أنه أبي كان خريج تاريخ. فبعدين بدأت أنا أتخذ شغفي الخاص في القراءة، مجالي الخاص أنا في القراءة بعد ذلك، ولكن في البداية كنت أقرأ الكتب اللي أقرأها أبي ببساطة يعني. جميل. بعد كذا بدأت أتخذ أنا يعني مجالي الخاص، كنت أحب كتب الجغرافيا، أحب الروايات بشكل كبير، بالإضافة للكتب يعني الكتب الأخرى، الكتب الثقافية، الكتب التاريخية وما إلى ذلك. طب أهم الكتب اللي تقرأهم لهم حالياً؟ وهل ما زالت اهتماماتك نفسه؟ أهم الكتب يعني أنا الكتاب. يعني أصبحت الكتاب باولو كيولو. باولو كيولو واحد من أفضل الكتاب بالنسبة لي، يعني أنا أعده هو الأب الروحي الأدبي بالنسبة لي. برضو سعود السنعوسي كاتب جميل جدا، أغاثا كريستي من زمان أنا أحب كتب أغاثا كريستي، يعني لو عدد ما بكملش عدد الكتاب اللي أنا أحب أقرأ لهم. أما بالنسبة لأنه هل هذا الشغف موجود؟ لا يزال شغفي الأدبي موجود، ولكن دراستي للتخصص كالهندسة الكيميائية والتركيز العلمي الموجود فيه يعني بدأ ينافس الـ يعني الشغف الأدبي بالنسبة لي. أصبح الشغف العلمي بجهة والشغف الأدبي بجهة، فهذا ما وقفش الشغف الأدبي، ولكن أصبح الوقت مقيد بالنسبة للشغف الأدبي، فصار الوقت ضيق نوعا ما. ولكن يعني في أوقات الفراغ أحاول أوجد الوقت اللي أنا أقرأ فيه، الوقت اللي أنا أكتب فيه، بالإضافة للوقت اللي أنا يعني أستخدمه أو أقضيه بالنسبة لدراستي وشغفي العلمي. طيب أنا برجع لك في قصة تخصصك العلمي يعني وقت ثاني، بس الآن إيش تتكلم عن كتاباتك؟ أنت تكتب قصة قصيرة وتكتب رواية، غير ذلك إيش تكتب؟ أكتب شعر برضو. أنا يعني جربت أكتب شعر، بس أنا صراحة يعني أشوف نفسي أكثر في القصة والرواية.
جميل. بس كنت كيف تكتب شعر؟ يعني عندي اشعار باليوتيوب. جميل لما الواحد يكون يعرف شخص نفسه تماما ويعرف ايش يشتي. نعم. طيب انا بدات قلت لك في الشعر، ولكن حسيت ان انا وجدت شخصيتي اكثر في القصه القصيره وفي الروايه، فاكتفيت بالتجربه. وفي المستقبل اذا قدرت او شفت نفسي ان انا قادر اكتب شعر برضو بكتب، بس انا وجدت نفسي اكثر في القصه والروايه. طيب كيف كان ردت فعل الناس اللي حولك في كتاباتك الشعريه؟ والله يعني في ناس عجبهم وقالوا لي حلو واستمر، لكن في ناس اللي يعني معجب بكتابات القصصيه والشعريه قال لي يعني خالد القاص غير خالد الشاعر، خالد الروائي غير خالد الشاعر. وهذا الشيء انا كنت حاسه فعلا يعني، فاكتفيت في التجربه هذه، وانه بالمستقبل ربما استطيع اطور نفسي اكثر في الشعر. طب عندك طقوس للكتابه ولا الواحد دائما ينزل؟ بالله طقوسي باليمن اختلفت عن لما سافرت صراحة. باليمن كان عندي طقوس خاصة، وهي ان انا طبعا الوحدة هي اهم طقس للكتابة، ان انا اكون وحيد حالي يعني. نعم. ان انا اكون متفرغ ذهنيا ومش عندي اي شيء افكر فيه. طبعا الثلاجة الشاهي او الكوفي هذا بالنسبة لي يعني يعني الشيء اللي خلينا اركز. فيروز، ربما اسمع فيروز احيانا قبل الكتابة وبعد الكتابة، بس اكون ان انا يعني مهيئ للكتابه، اكون ذهني صافي وابدا. واحيانا يعني الشيء اللي صراحه يساعدنا كثير على الكتابه هي القراءه. يعني اذا قرات كتاب او شيء احيانا تجي لي افكار تلهمني ان انا اكتب. فاذا حبيت ان انا اكتب زي ما قلت لك اكون وحيد، اقرا لي شيء قبل، شاهي على فيروز شويه، تساعدنا كثير جدا على الكتابه. طيب يعني عندي فضول، في البدايه كان التشجيع غالب لك ولا التشجيع ولا الانتقاد اللي غلب عليهم من اللي حولك؟ في البدايه كان يعني لما بدات كنت اكتب قصص قصيره، كان الناس اللي عارف ان انا اكتب قصص قصيره الناس معدوده جدا يعني، وانا كنت صغير، فكانوا يقولوا لي اوكي شجعونا بسبب ان انا اكتب. ولكن عندما بدات ادخل في عالم الروايه بدا الموضوع اكبر، يعني انت الان بتكتب روايه فهمتي. فكان مش حكايه انه في انتقاد، ولكن الناس ما كانت راضيه تسمعني اصلا. يعني انا لما كنت اكتب الروايه، انت عارفه لما تكتب روايه لمده طويله انت تحتاج دعم معنوي، تحتاج الناس يسمعوك عشان تقدر تستمر انت في الكتابه هذه. هذا الشيء انا صراحه كنت فاقده يعني كان في ناس معدوده جدا، وانا اشكرهم من هنا صراحه. يعني كأبي، امي اللي ما تقدرش تقرا، اللي ما كملتش تعليمها، ولكن كانت تصر ان انا اقرا لها شخصيا. صديقي احمد العلوفي، ابن خالتي، ناس زي كذا كانوا يعني محددين وقت من من كل يوم او كل اسبوع ان انا اقرا لهم جزء من الروايه. هذول الناس صراحه ساعدوني ان انا استطيع اكمل الروايه، انه في ناس تحب تسمع لي فعشان كذا انا اكمل. طب تعتقد هو الانتقاد او التشجيع اللي يسقل موهبه الكاتب؟ والله انا اللي يسقل موهبه الكاتب الثقه، لان انت ككاتب او كموهوب بتواجه انتقاد بتواجه تشجيع. الانتقاد يدفعك انك تؤمن بنفسك اكثر، والتشجيع يدفعك انك تستمر. فالاثنين هم جانب مهم جدا يعني في 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 طريق اي موهوب. فزي ما قلت لك الانتقاد احيانا يخليك تؤمن انك تثبت للناس دول اللي انتقدوك، تثبت لهم انك انت قادر. والتشجيع يدعمك انك تستمر في الموهبه او في الشيء اللي انت تعمله. جميل. طيب الكتاب اللي اثر فيك جدا وعمل لك نقله نوعيه في شخصيتك ايش هو؟ كتاب قوة عقلك الباطن للبروفيسور الفرنسي جوزيف ميرفي، كان جميل. فعلا نقطة تحول بحياتي. جميل. طب أقرب رواية كتبتها لك وليش؟ أقرب رواية بينما أحلم مستيقظا، رغم أني بعيدة تماما عن شخصيتي أنا كخالد، ولكن أنا عندما كتبته كنت يعني مبحر تماما في الرواية هذه، كنت عايش في أحداث الرواية. يعني أنا بعيد تماما عن العالم المادي حولي، خصوصا برضو انه كانت حكت عن الحرب وانا عشت فتره الحرب، فحسيت يعني حكت عن طموح الشباب بشكل عام، حكت عن احداث اليمن، يعني حكت عن اي شخص عاش في المجتمع اليمني ومثلته، فهي اقرب روايه بالنسبه لي صراحه. طيب لو رجعنا للمجال العلمي، ليش توجهت لدراسه الهندسه الكيميائيه تحديدا، وليش ما تخصصت في المجال الادبي اللي يستهويك بطبيعه الحال؟ انا قبل ما ابدا اسافر واحصل على منحه وادرس، كانوا يقولوا لي دائما ليش ما تدرس ادب، يعني ذا شغفك. ولكن انا عندي شغف، عندي ميول ادبي وعندي ميول علمي، فانا ميولي الادبي قادر اطوره من نفسي شخصيا في القراءه، يعني شخصيا انا قادر جميل. اطوره جميل. ولكن ميولي العلمي يحتاج لي جامعه، يحتاج لي منهج عشان انا اقدر استمر فيه. فانا اتخذت ميولي العلمي بجهه انه انا ادخل فيها الجامعه ومنهج وما الى ذلك، اما ميولي الادبي انا اقدر اطوره شخصيا.
فانا عندي ميولات علميه خصوصا في مجال الهندسه الكيميائيه، مجال واسع جدا، استطيع ان انا افعل فيه شيء، استطيع ان انا ابدع فيه بنفس المستوى اللي انا ابدع فيه في المجال الادبي وربما اكثر. فعشان كذا خليت انا ميولي الادبي في جهه وميولي العلمي في جهه، واحاول اوازن بينهم. نعم، كيف ستجمع بينهما الاثنين؟ بحيث انه يكون كل يعني كل مجال منهم له وقته المعين، له اهتماماته المعينه. احاول يعني ميولي العلمي مثلا احاول اذاكر في الوقت مذاكره، احاول اقرا الكتب اللي تنمي انا موهبتي او اهتمامي العلمي، بنفس الوقت احاول استخدم او افعل الاشياء اللي تطور من موهبتي الموهبتي الادبيه. ولو تلاحظي انا يعني مؤخرا في بعض كتاباتي كان في شراكه بين الاثنين، يعني في تشوف التخصص موجود في القصه نفسها. يعني بدل ما زمان كنت اكتب عن شخصيه معينه، اصبح الشخصيه هذه عالم كيمياء، او اصبحت الكيمياء يعني شريك جدا في الكتابه. فممكن جدا ان انا اشرك بين الاثنين يعني. تمام. خصوصا يعني المعلومه انه الروايه بينما احلم مستيقظا هي برضه تحكي عن فيها خيال علمي، فيها سلاح بيولوجي. إنه تم اختراع سلاح بيولوجي، فبرضو الكيمياء والعلم كان موجود في الرواية. منتظرة نسختي. تمام؟ إن شاء الله. طيب، بحكم تواجدك في الصين للدراسة، هل أثر فيك الأدب الصيني والثقافة الصينية بشكل عام، وكيف؟ رغم أنك ما ذكرتش أنك تقرأ للصينيين. لا صح ما قرأش للصيني، ولكن الثقافة الصينية ثقافة جداً جداً ثرية، يعني مهما توسعت فيها بتظل في نقص في الثقافة الصينية. ولكن النقص فيه إنه ما فيش عندنا كتب مترجمة، ما فيش عندنا حتى يعني الكتب الإنجليزية، ما حصلت كتب كثيرة مترجمة عن الثقافة الصينية، دائما أبحث، فهذا أحد الأسباب. ولكن أنا بحكم وجودي في المجتمع الصيني، اختلاطي مع الشعب الصيني، قادر أكتشف أشياء بالنسبة لهم. نعم. ثقافة جبارة وشعب جبار صراحة. نعم. خالد، نصيحتك الأخيرة للشباب عشان يقرأوا ويثقفوا ويكتبوا، إيش تقول لهم؟ نصيحتي للشباب اولا استغلال الامثل للوقت، اهم نقطه، انه اذا استطاع الشخص يستغل وقته، ينظم وقته حسب اولوياته. كل شخص عندنا له اهداف، فاهدافك هي بتحدد اولوياتك بالحياه. تنظم وقتك، بعد ذلك بتستطيع انك تنجز كل شيء. لا وجود لكلمه الياس ابدا، الياس مش موجود. بالوقت بالاجتهاد تقدر تحقق اي شيء انت تحلم فيه، وهذا من تجربه. جميل. الكاتب والروائي الأصغر في اليمن خالد الشوافي، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق. العفو، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.